أما هلأ سلمى بننتقل لفقرتنا التالية، ويمكن لكل حدا له ذكريات خاصة بطفولته مع لعبة يمكن كان بيحبها خاصة لإله، له ذكريات معها. يمكن ما في حدا منا وهو صغير، خصوصا الصبايا والبنات، ما حاول يعمل لعبة صغيرة لإله بالقماش. كل هاي التفاصيل إلى هيك ذكريات حلوة بقلوبنا، بتعمل راحة نفسية للطفل. يمكن ما في طفل إلا ما عنده لعبة خاصة بنيمة جنبه، أكيد، وبالذات الصبايا. يعني يمكن خليني أقول الصبيان أو الشباب لمرحلة معينة ألعابهم بتتغير، بفرغوا طاقتهم بطريقة مختلفة، بتتحول وبيصير يمكن نزلة على الشارع، اللعب بالحارة هو هاجس أكثر من البنت اللي بتضلها فترة طويلة محتفظة بألعابها. حتى في صبايا كبار هلأ عم نشوفهم يشتروا الألعاب وبيحبوا يهدوها لبعض. وأكيد يمكن كمان الأمومة بتلعب دور، كل صبية مثلا أمو بنت بتحب يكون في لعبة خاصة مثل بنت الصغيرة بتنيمها جنبها. نحكي عن الألعاب القماشية والأعمال اليدوية المنتشرة بشكل كتير كبير بالآونة الأخيرة. معنا الصبية ميس، مشروع الخاص للألعاب الأطفال القماشية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. ذكرتي أنه هي دمى للأطفال ولكن هي للكبار والصغار. أنا بحب هلا بس مو كل الناس، هي للكبار بس مش كل الناس، ما فينا نعمم. بس أنا مثلا كصبية كبيرة بحب يكون عندي في لعبة خاصة، بس في ناس لا ما بتفضل. أكيد يعني حلو حدا يشوف هيك ميني منه، يعني هيك نسخة يعني نسخة مصغرة. صحيح. مصغرة صحيح. أكيد أهلا وسهلا فيك ميس، وخلينا نبلش ونحكي عن مشروعك. بنعرف أنه يمكن قبل شيء 4-5 سنين بلشتي فكرة التصميم اليدوي للألعاب بالشيء التعليمي، هلأ صرنا عم نشوف دمى وتفاصيل اكثر. صح. خلينا نحكي عن مشروعك من البدايه حتى الان. هلا من البدايه كنت اول شيء كتب تعليميه اشتغلها كلياتها من القماش، بعدين حبيت اعمل شيء مختلف جذريا وشيء جديد، انتقلت على صناعه الدمى وتعلمته كمان كلياته من اي تو زد، وهلا صرت بالاونه الاخيره كمان مدربه لإله يعني. وعم نشوف حتى ضمن الاكسسوارات لتيابك. صح، البروش كمان. البروش العاب اليوم في تصاميم الالعاب القماشيه ملفته للنظر، جميله جدا يعني حتى بالتفاصيل. صح. وهي ملفته للكبار والصغار. صح. كمان خلينا نحكي هيك قطع، يعني اول شيء كيف بتبلشيه تشتغلي فيها؟ وفي دقه يعني هلا عم نشوف انتشار للاعمال اليدويه القماشيه الالعاب، بس ما عم نشوف التفاصيل تبع الوجه هون. لا مختلف، قلتي عم ميني صغير يعني انا فيني اعمل من لاي حدا شخصيه صغيره منه، من القماش حتى بتفاصيل الشعر، الايدين، العيون، التم. صح. يا ستي فيني اقول لك اللي ميزني عن غيري هو التفاصيل، يعني انا حدا مغرم بالتفاصيل، ان كان طريقه الرسم، الرموش اللي بتشوفيها هي كلها رسم يدوي، ان كان تركيب الاستراس، الملابس، الشعر الملفت للبنات. تماما. هلا مثل هيك دول بتتعلق بالسياره، بتشبه الصبيه، نفس لون شعراتها. حرامي على الوصف. نفس لون شعراتها، نفس لون الملابس اللي بتحبها، يعني هي بتشبه الصبيه بتعلق بسيارتها. بالعكس كثير عم تنطلب مني بالاونه الاخيره، فيعني فيني اقول لك تميزت بالتفاصيل. أنا حبيت هاي الشعر الكيرلي، فوراً ذكرتني بشعراتي. فخلينا نحكي شوي عن كمان عم تشتغلي على تفاصيل متعددة بطريقة الصناعة، يعني أنا هلأ عم حاول شوف الرجلين من. صح. شو معمولين الجسم، خلينا نحكي أكثر على التفاصيل. في عندي دوما بتكون مفاصلة منا متحركة، يعني هي ثابتة، هي فيها شوية تماماً تحرك. في منهم مدعمة بالسلك بتقدر تحرك إيديها، وفي منهم مدعمة كلها مفاصل إلى مفاصل بإيديها ورجليها حسب موديل كل دمية. وهذا الشعر اللي انت عاجبك هذا كلياته شغل كمان ايدي، يعني هذا ما بشتري جاهز، هذا بيكون شغل يدوي. هذا كله شغل يدوي ومتعب، يعني عم جدا نشوف جدا كثير متعب وكثير بياخذ وقت. هي لعبه ثانيه، نحن عم نشوف يعني كمان الفاشن، يعني الازياء. صح. اخذ حيز كثير كبير اليوم من الالعاب مع طريقه الشعر، تشبه صبايا اليوم. فينا نقول هيك قطعه، خلينا نشوف يعني هيك قطعه، خلينا نشوفها على الكاميرا. في كثير تفاصيل بالثياب، بالجزدان، بالشوز. قديش بياخذ منك وقت هيك شغل؟ والله كثير ساعات. يعني هي قد ايه تقريبا؟ يعني ممكن فيني اقول لك اخذت لها 5 ايام شغل. يعني الافرول اللي هي لابسته، الجياب كلها، يعني هي جياب صغيره، يعني هي فيها دخل ايديها فيهم. التفاصيل الطاقيه والشوز والشنتايه كلها بتاخذ ساعات طويله، يعني يعني تاخذ وقت. هلا هي موضه شوي. صح. على الموضه هلا مع الوان الصيف، لابسه الشنطه كمان كروس. صح. على الموضه وعامله حركات كثير حلوين، عامله شعراتها. خلينا نحكي شوي عليها هي الدمية، ونحكي بشكل عام كمان اليوم
صرنا نشوف ميس في كتير صار سوق للألعاب اليدوية، صحيح. منه تعليمي ومنه أيضا هلأ صار موضة مثل ما بنعرف. نحكي أكثر عن هذا الموضوع وعن الهدف، يعني اليوم أنا ميس دخلت بهذا الموضوع بهدف فقط تطوير شغلة اللي هي معروفة فيه من زمان بالأعمال اليدوية، ولا لا كان لها هدف أكبر، صناعة ماركة معينة مثلا باسمها، دخول عالم التصميم، شو الهدف كان؟ هلأ في أول شيء عم تقولي الدورات التعليمية، يمكن أنا الوحيدة بسوريا اللي بعمل دورات القماشية للعب، يعني أنا اللي تميزت بهالمجال. الهدف هو كان أكيد أنا أطور حالي، وعندي هدف أني أنا أتعلم جميع أنواع وأشكال الدمى اللي ممكن تخطر على بالك. فكل دمية بحب أعملها شيء جديد، كل دمية بحب ميزها بشيء، بلبسها، بشعرها. أكيد الهدف أنه كثير صبايا حابة تتعلم، تعبي وقت فراغها، صبايا حابة تعمل دمية خاصة فيها، يعني أكيد التطوير وال هلأ بين الدقة والتطوير والتفاصيل بالشغل. ست ميس، خلينا نحكي أي صبية فيها مثلا تختار انه تعمل لعبه لإلها قماشيه؟ كلياتنا بنحب يكون هيك في نسخه صغيره منا وتكون معنا، فينا نعمل بكل التفاصيل؟ يعني عم ينطلب منك هيك شيء؟ هلا شوفي، انا في عندي مستوى الكورس التعليمي، الدوره التعليميه للمستوى الاول اللي هي بيكون للي ما لا تلم شيء بصناعه الدمى، ففيها تتعلم من الالف للياء صناعه الدميه، كيف بيتم مثلا القص، كيف بيتم الحشي، كيف بيتم الخياطه، هاي التفاصيل بشكل يعني مبسط جدا جدا. وفي عند المستوى الثاني لصناعه الدمى يلي هي بتبلش بقى بتتعلم بشكل اكثر احترافي، بشكل اكثر الرسم، يعني في مستويات. في ناس حابه، يعني في اقبال كبير على هذا الشيء، نشكر الله لانه كتير. الاعمال اليدويه متعبه نوعا ما. وانا مو بس عندي يعني عندي طالبات من سوريا، عندي طالبات من كل انحاء الوطن العربي وحتى باوروبا مسجلين معي اونلاين وعم يتعلموا هذا الفن. حلو. ايه هلا عم نشوف هاي اللعبه، هلا ما بعرف اذا بنقدر قديش بنقدر نبين تفاصيل انه في تشوفي هاي الحمراء طرق هيك حاطين مثل مفاصل للايدين. هلا صح هي قماشيه بس محطوط مثل خرزه مفصلات خشب، يعني لتعمل مفصلات صح. خشب، وهي بتشبه الالعاب اللي كنا زمان نشوفها كثير، يعني صح. هي كثير قديمه واللي منا مثلا كانوا يعملوا منها خشب كامله. تماما. انت هون عامله دامجه بين القماش تماماً. والخشب. هي محشيه، حتى محشيه انشاره خشب هي الدميه لحتى عاطيها الثقل. انا عم حاول بس وهذا الوزن صح. واذا بتلاحظي اصابع ايديها بتتحرك لهي الدميه مثل بونوكيو اللي كنا نشوفه زمان. بونوكيو كان هلا هدول كانوا يعملوها مشان تتحرك. ايه صح. يعني تعطي حركه ويعلقوا لها شيء. انت هون بس عملتي لا هي بتقعد استخدمتي شكل التصميم. تماما، هي بتقعد بس بتحرك كل مفاصلها وايديها ورجليها اكيد. اعطيها شويه روح فيها. ايه تمام. وحتى رقبتها بتتحرك يمين ويسار، حتى اصابيعها يعني أصبيعة. شوف الدقه لوين بالاصابيع وبالاظافر. صدقا هاي الدميه اخذت شغل شهر تقريبا. يعني التفاصيل اللي فيها مرعبه. طيب ردود افعال الاطفال لما يعني اهاليهم يطلبوا منك شغل؟ في كثير تفاصيل، يعني عم نشوف العاب يعني الرموش، التم، حتى اللونية البشرة عم تلعبي عليها، لون صح. الخدود من القماش، وإذا تشوفي جسمه كله غمازات عند رقبها وعند إيديها، لا عم تعطي تفاصيل تضاريس كاملة لجسم صح. الطفل عم نشوف ضمن الألعاب، يعني ما فيني أحكي لك الفرحة، الفرحة صدقاً لما بشوفها على وجه الصبية أو الطفل لما بيشوف دميته اللي بتشبهه. أنت عم تحكي بفرحة عارمة عن شغلك أساساً، بتنسيني كل التعب، يعني كل شيء تعب تعبته بهاللعبة بنساه لما بشوف فرحة. هذا مكلف مادياً ولا بتدرسي الأسعار اليوم؟ أكيد أنا بدرس الأسعار. الأعمال هي يعني أساساً يعني كله بده شغل قماش عم نحكي، وفي تفاصيل وكل هذا مكلف، والشغل اليدوي أساساً أغلى من الشكل الشغل أكيد. العادي 100%. هلأ بما أنه نحن عم نقول عمل يدوي من الألف للياء كله يدوي أكيد، فهو تكلفته ما رح تكون مثل دمية بلاستيك موجودة بأي محل، يعني بالنهاية هذا شغل وتعب عافية صحيح. وتكاليف أنا يعني علي، فهي بتكون سعرها فيني أقول لك اغلى شوي من الدمى البلاستيك اللي موجوده بالسوق، وبنفس الوقت اسعاري بعمله تكون مناسبه لاي حدا حابب يقتني دميتي. اكيد. طيب خليني اشوف من اللي عندك واللي هي فينا البابا نويل، فينا نقول صماديات للبيت، لكن يعني هي العاب ولكن بنفس الوقت صارت تستخدم بشكل دائم مثل صماديه. خلينا نرفع شوي بايدك على كاميرتك مشان الناس تشوفها، كمان نحكي عن هذا الشيء. هلا كثير في ناس بتحب
انه هي تكون عندها بالبيت صمديه دائما، او حتى بالاعياد مثل الخرفان وغيرها من الاشكال اللي معموله من الالعاب اليدويه. يعني هي فينا نحافظ عليها بتنغسل، ممكن تستخدم اذا حافظنا عليها ما في داعي للغسل، لان في شعر بيتلف اثناء طيب الغسل. طيب مشان اللون او الغبره كيف ممكن تتنظف؟ بمسح مسح بمية دواء غسيل، ممكن مسح كافي يعني. بس بحب واكب كل المناسبات، مناسبه ممكن راس السنه نعمل دمى خاصه فيها، مناسبه عيد الفطر ممكن نعمل هدايا للاطفال. مع كل المناسبات يعني مع كل المناسبات. طيب خلينا نحكي عن ردود افعال الناس لشغلك بالبدايه كيف كانت؟ قديش مثل ما قلتي يمكن رد فعل الشخص او رد فعل الطفل بيعطيك حافز انك تكملي، استمرار انه مشروعك يكمل ويكون في له خطوات قادمه؟ اكيد انا يعني هالردود الافعال الايجابيه اللي بشوفها هي اللي بتخليني اصلا استمر بهالمجال. يعني لما بشوف الناس كلها عم تقول لي شيء جديد وداخل على البلد وشيء مميز وشيء حلو وتابعي، هذا الشيء اكيد بيعطيني اصرار لحتى انا تابع اكثر وابدع اكثر بمجالي. اكيد يمكن ما يس اول حدا كان بيعطيكي ردود الفعل هي بنتك اللي انت اساسا دخلتي مجال حبيبتي. التصميم كان صح. كرمالها وبلشتي بسبب طبعا الحرب اللي كانت على البلد والجلوس لفترات طويله بالبيت، انه انت مشان هي ما تخاف تعملي لها العاب. مزبوط. لحتى تتعلم ما يروح عليها الدراسه، وبنفس الوقت هلا كيف الوضع هلأ مع الالعاب؟ بلشت تتعلم؟ في لك سوها كبرت وصار عمرها 10 سنين وصارت عمره. هي تساعدني بصناعه الدمى، تقعد جنبي هي محبه تقعد جنبي وتقعد تساعدني اذا في شيء بده حشي بطريقه محدده، في شيء بدي مساعده صارت هي تساعدني. حلو. فيعني فعلا هي بلش الالهام منها ومستمر وحابه هي بس تكبر كمان تصير صانع الدمى. اكيد بنوجه لها تحيه. الله يسلمك. صبيه الله يخلي لك اياها، ويا رب دائما نشوف هذا الشغف والفرحه بعيونك تجاه شغلك. نتمنى لك التوفيق ست ميس. الله يسلمك. شكرا. ان شاء الله مشروعك مثل ما قلتي انت عم تشتغلي اونلاين مو فقط ضمن صح. سوريا لكل العالم، نشوف كمان مشروعك يتخطى حدود الوطن على مستوى العالم كله. الله يسلمك. شكرا. انا بشكركم كثير على هاللقاء الحلو، وان شاء الله كنا هيك خفاف انا ودماي عليكم. شكرا كثير لك ميس، ونحن اكيد بنتمنى لك كل التوفيق، وبنحب هيك دائما نستضيفك وكوني عندك دائما خطوات جديده، مشاريع جديده أكيد. اكبر واكبر. انتوا من اول الداعمين اصلا لإلي، انتوا من اول الداعمين، استضفتوني اول مره وثاني مره، انا بتشكركم كثير على دعمكم الدائم لإلي، واكيد لنا لقاءات ثانيه بشيء جديد. اكيد شكرا لك حبيبتي.